السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في منصة الإسكولة التعليمية. معاكم مستر أيسم التركي مدرس العلوم. بنكمل مع بعض منهج العلوم بتاع الترم الأول. إحنا دلوقتي شغالين في الوحدة الثانية الدرس الأول، وزي ما اتفقنا الدرس الأول ده متقسم لثلاث أجزاء. شرحنا المرة اللي فاتت واللي قبلها الجزئين الأولانيين، هناخد بقى دلوقتي الجزء الثاني. طب يا مستر، الجزء الثالث ده بنتكلم فيه عن إيه؟ فاكرين في الجزء الأولاني إحنا كنا لما شرحنا المرآة المستوية كنا بنقول إن خواص الصورة بتاعتها ثابتة مهما كان بعد الجسم عن المرآة، ولو تفتكروا كانت خواص الصورة تقديرية معتدلة مساوية معكوسة، وبعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنها، والمستقيم الواصل بين الجسم وصورته بيكون عمودي على المرآة، ده مهما كان مكان الجسم. هنا بقى دلوقتي واحنا بنشرح المرآة الكرية اللي هي المقعرة والمحدبة، هنعرف ان الصورة مكانها او خواصها بتتغير على حسب وضع الجسم امام المرآة. يعني كل ما الجسم يكون واقف في حتة الخواص بتاعته بتبقى خواص الصورة بتاعته بتكون مختلفة، وده خصوصا في المرآة المقعرة. انما المرآة المحدبة بتكون الخواص بتاعتها ثابتة ما بتتغيرش. يبقى احنا هنمسك المرآة المقعرة نشوف خواص الصورة المتكونة فيها، بس بتختلف في المرآة المقعرة بتختلف حسب بعد الجسم عن المرآة. مرة الجسم هنوقفه بعد مركز التقور ونشوف خواص الصورة، مرة الجسم هنوقفه عند مركز التقور ونشوف خواص الصورة، مرة الجسم هنوقفه بين البؤرة ومركز التقور ونشوف خواص الصورة، ومرة تانية هنوقف الجسم على بعد أقل من البعد البؤري ونشوف خواص الصورة هتبقى عاملة إزاي. وبعد ما نخلص المرآة المقعرة هندخل على المرآة المحدبة، وهنعرف إن المرآة المحدبة خواص الصورة بتاعتها ثابتة ما بتتغيرش، بتكون دائما تقديرية معتدلة ومصغرة. ولذلك العلماء استفادوا من النقطة ديت، إن هم كانوا أو الصناع استفادوا من النقطة ديت، إن هم بيحطوا على جانبي سائق السيارة مرآة محدبة. المرايتين اللي بتكون موجودين على جانبي سائق السيارة بتكون مرآة محدبة، ده عشان تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة ليتمكن من رؤية الطريق من خلفه. بتشوف كده انت العربيات في المراية اللي على الجنب بتحس انها وراك موجودة صغيرة، تقديرية معتدلة مصغرة عشان يتمكن من رؤية الطريق. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده هيعجبكم بإذن الله تعالى، تابعوا معايا الحلقة. تكوين الصور بالمرايا الكرية، ركز بقى معايا كده. احنا دلوقتي لو تفتكروا احنا قلنا المرآة المستوية الخواص بتاعتها ثابتة تقديرية معتدلة معكوسة مساوية مهما كان بعد الجسم عن المرآة. انما هنا في المرآة المقعرة يا شباب خواص الصورة هتتغير حسب بعد الجسم عن المرآة. بمعنى اول حاجة لو كان الجسم بعد مركز التقور، بصوا كده يا شباب ادي الرسمة بتاعتنا، ادي المرآة المقعرة، هنا دي ب اللي هي البؤرة، وادي ميم اللي هو المركز، هنا ده الجسم. الجسم ده يعني اي حاجة واقفة قدام المرآة، فاحنا هنا بنعبر عنها بالرسم باللي هو سهم بالمنظر ده. طيب بنعمل ايه بقى يا شباب؟ باجي نهوت يا شباب كده زي ما انتم شايفين كده، بعمل شعاع موازي للمحور الاصلي. طبعا الشعاع الموازي ده يا شباب بيحصل له ايه؟ بينعكس مرة بالبؤرة، شايفينه اهو، امشي شعاع شعاع كده هتلاقي الدنيا بقت سهلة بالنسبة لك. ومن نفس المكان اللي انت طلعت منه الشعاع الاولاني بتيجي تطلع شعاع تاني بالمنظر ده، هيمر بالبؤرة فينعكس موازي بالمحور الاصلي، هتلاقي الشعاعين اتقابلوا في المكان ده معاك، ده مكان الصورة ودي خواصها. طبعا اول حاجة انها نتجت من الاشعة المنعكسة يبقى تقول عليها حقيقية، وطالما حقيقية دي على طول مقلوبة، حقيقية دايما مقلوبة على طول. وزي ما انتم شايفين بصوا الجسم طوله قد ايه والصورة طولها قد ايه، بمعنى كده دي مصغرة. مكانها فين بقى يا مستر؟ زي ما انتم شايفين كده هي بين البؤرة ومركز التقور، يبقى مكان الصورة بين البؤرة والمركز. يبقى كده يا شباب لما يكون الجسم بعد مركز التقور الصورة بتاعته بتكون حقيقية مقلوبة مصغرة بين البؤرة ومركز التقور. طب لما تكون عند بقى المركز بالظبط، عند المركز بالظبط اهو عند ميم، اهي شايفين الصورة هنا عند ميم، برضو نفس النظام، هطلع شعاع موازي هينعكس مرة بالبؤرة، واطلع شعاع مرة بالبؤرة ينعكس ايه يا شباب؟ موازي، هتلاقيهم هما الاتنين اتجمعوا في المكان ده، فبنقول الصورة بتاعتنا حقيقية مقلوبة مساوية، شايفين ادي الصورة وادي الجسم، الجسم والصورة قد بعض بالظبط، حقيقية مقلوبة مساوية، مكانها فين؟ عند مركز التقور. طب لو كانت بين البؤرة ومركز التقور، بصوا شايفين الصورة اهي بين البؤرة والمركز، برضو نفس النظام، هطلع الشعاع الموازي للمحور الاصلي بينعكس مرة بالبؤرة، واطلع شعاع مرة بالبؤرة بينعكس موازي، اتقابلوا هما الاتنين هنا، فبالتالي بنقول عليها حقيقية مقلوبة مكبرة، مكانها فين؟ بعد نصف التقور، بعد نصف قطر التقور، او ممكن نقول عليها بعد مركز التقور، بعد المركز او اكبر من نص القطر، يعني معنى كده ان هي بعد مركز التقور. يبقى بين البؤرة والمركز الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة، مكانها بعد مركز الايه؟ التقور.
تعالوا نشوف الرسمه اللي بعديها عامله ازاي. قال لي تعالى كده نشوف مثلا بقيه الرسمه بتاعت المراه الكوريه لما يكون الجسم عند البؤره. قال لي الصوره بتكون في ما لا نهايه. بصوا بقى يا شباب الرسمه دي جميله جدا. ادي هنا مثلا المراه المقعره بتاعتنا، تمام اهي. واحد يقول احنا دايما بنرسمها كده يا مستر، انت ليه رسمتها العكس؟ اقول لك مفيش مشكله، طالما الظهر من بره والسطح العاكس من جوه خلاص نرسمها باي شكل احنا عايزينه، مفيش اي مشكله خالص. هنا دي ميم، هنا دي ب، وهنا دي قاف. قال لي وقف الجسم نوت كده عند البؤره. طب هعمل ايه يا مستر؟ هعمل شعاع موازي. تمام، بيحصل له يا مستر الشعاع الموازي ده بينعكس مرارا بالبؤره اهو. وهعمل شعاع يا شباب مرا بمركز التقور، شايفين اللي مر بالمركز التقور ده؟ طبعا احنا عارفين الشعاع اللي بيمر بالمركز بينعكس على نفسه بيرجع تاني. طبعا واضح ان الشعاع ده والشعاع ده مش هيتقابلوا. طب اعمل امتداد كده للخلف شوفهم هيتقابلوا ولا لا. بص الامتداد برضه هو كمان ما تقابلوش. قال لي طالما الاشعه ما تقابلتش يبقى معنى كده انها متوازيه، ففي الحاله ديت مش هتتكون صوره، او نقول انها في ما لا نهايه، لا تتكون صوره، او الصوره دي هتتكون فين؟ في ما لا نهايه. يبقى الجسم عند البؤره لا تتكون له ايه؟ صوره، لان الاشعه بتنفذ متوازيه الى ما لا نهايه. طب لو كان على بعد اقل من البعد البؤري، البعد البؤري اللي هو به، يبقى قبل به. قال لي في الحاله دي هتكون الصوره خلف المراه، وفي الحاله دي هتكون صوره تقديريه معتدله مكبره. بص الرسمه اهي، مثلا هرسمها تحت كده يا شباب عشان تاخدوا بالكم منها. طبعا دي مراه مقعره فهنرسمها بالمنظر دوت، ادي اهو كده، ادي هنا ديت ميم، هنا ب، وهنا قاف. طبعا ب تكون في النص. ادي هنا الشعاع اهو، الجسم بتاعنا اقل من البعد بره. هرسم شعاع موازي، طبعا عرفنا خلاص ان هو بيمر بالبوره بينعكس مارا بالبوره. وهعمل شعاع مارا بمركز التقور اهو، شايفين اللي بيمر بمركز التقور ده طبعا بينعكس على نفسه. الشعاع ده كده والشعاع ده كده عمرهم ما هيتقابلوا هما الاثنين، فتعمل بقى امتدادات كده بتاعت ده، وتعمل امتدادات كده بتاعت ده للخلف، هتلاقي الامتدادات هي اللي اتقابلت. فطالما الامتدادات بقى هي اللي اتقابلت يبقى تقول عليها تقديريه، وطالما تقديريه يا شباب يبقى معتدله. الصوره التقديريه دائما معتدله، انما الصوره الحقيقيه بتكون دايما مقلوبه، وطبعا تقديريه معتدله مكبر. طب المرآة بقى المحدبة دايما بتكون صورة. دي بقى المرآة هنا، دي ده المرآة المحدبة، خواص الصورة بتاعتها ثابتة مهما كان بعد الجسم عن المرآة، وبتكون الصورة تقديرية معتدلة مصغرة مهما كان موضع الجسم أمام الإيه؟ أمام المرآة. دي المرآة المحدبة. طب تعالى كده نعمل نشاط نعين بيه البعد البؤري لمرآة مقعرة. طبعا البعد البؤري اللي هو يعني المسافة ما بين القاف وب. فقال لي مثلا دلوقتي لو أنت عندك جسم كده مضيء، طبعا دي الخطوات بتاعتنا والملاحظه والاستنتاج والكلام ده كله. تعال نشرح كده من على الرسمه. ادي جسم مضيء اهو، جت منه اشعه زي ما انتم شايفين اهي، خبطت في المرايه اللي هنا ديت ورجعت تاني. طبعا هجيب ورقه كده واحاول ان انا اجيب الصوره تتجمع هنا عند النقطه دي. طبعا احنا عارفين بان نقطه التجمع دي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي ب. طب انا لو قدرت اقيس المسافه ما بين، قدرت اقيس المسافه ما بين المرايه والورقه ديت، يبقى معنى كده انت بتقيس المسافه ما بين قاف وب. طب ما انت لما بتقيس المسافه ما بين قاف وب بيطلع لك عين اللي هو البعد البؤري. يبقى احنا جبنا مصدر ضوئي، جبنا مرايه، اسقطنا الضوء من المصدر الضوئي ده على المرايه، فطبعا عكست المرايه الضوء دوت. بدأنا نحط حائل ورقة كده عشان نستقبل عليها الضوء بعد ما انعكس، فبدأت تتكون نقطة صغيرة جدا، نقطة صغيرة جدا دي اللي هي تعتبر الايه؟ البؤرة، تمام؟ عشان دي نقطة التجمع، فبالتالي قسنا المسافة بقى ما بين الورقة والمراية طلعت ده البعد الايه؟ البؤري. طب نشاط كمان ازاي نعين نص قطر تقارير المرآة المقعرة؟ عايزين نجيب نص القطر، بنعمل ايه بقى؟ قال لي بنجيب كده زي ما انتم شايفين، ادي الرسمة، رسمة طبعا بتوضح حاجات كتيرة. ده اسمه صندوق ضوئي. الصندوق دوت بيكون فيه ثقب، وهنا جوه فيه مصباح زي ما انتم شايفينه كده. المصباح ده الطبيعي ان هو بيطلع منه ضوء، الضوء ده هيخبط في المرايه وهيبدا يرجع تاني هنا، فهيتكون صوره للثقب بالظبط. ادي الثقب ده كده هتتكون ليه صوره اخرى زيه بالظبط جنبيه كده. طبعا لما خلي بالكم بقى، طبعا احنا بنقعد نقرب ونبعد لغايه ما نحصل على صوره للثقب مساويه ليه وبجواره تماما، تكون مساويه وبجواره، بجواره يعني في نفس المكان. طب امتى يا مستر تكون الصوره والجسم في نفس المكان؟ لو تفتكروا لما كان الجسم عند المركز كانت الصوره بتاعته تحت هنا برضو عند المركز، وكنا بنقول عليها حقيقيه مقلوبه مساويه. فانت بالتالي لو لقيت الجسم والصوره في نفس الموضع اعرف ان انت كده عند المركز. فلو قست المسافه بقى من المرايه لغايه المركز ده يبقى انت كده بتجيب نق اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو نص الكتر. يبقى الفيصل عندي هنا في النقطه دي ان انا بحاول اجيب
يجيب الصورة بتاعت الثقب تكون بجواره تماما ومساوية ليه، عشان خاطر يبقى طالما مساوية يبقى معنى كده الجسم عند المركز والصورة كمان عند المركز، يبقى احنا كده نقدر نجيب نص القطر. طب شوية تعليلات كده، بيقول لك توضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة. السؤال ده مهم جدا يا شباب، ومن الأسئلة التي لا يخلو منها امتحان. طبعا ده معناه على السؤال على، قال لي لأنها تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة للطريق، وبالتالي تزيد من مجال الرؤية. المراية اللي بتكون على جانبي السائق بتكون مرآة محدبة عشان تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة، فيقدر يشوف الطريق بشكل واضح. تستخدم مرآة مقعرة عند حلاقة الذقن لما نيجي نحلق الدقن. بيقول لك الأفضل إن أنت تستخدم مرآة مقعرة، قال لي حتى يرى الوجه فيها مكبرا، وطبعا ده لازم يكون على بعد أقل من البعد الإيه؟ من البعد البؤري. الصورة المتكونة في المرآة المحدبة بتكون دائما تقديريا. طبعا خلاص طالما تقديرية يبقى هتقوله لأنها نتجت من الإيه؟ من الامتدادات، ولا يمكن استقبالها على حائل. زي ما احنا شفنا ان خواص الصوره في المرآه المقعره اتغيرت بتغير الجسم او بعد الجسم عن المرآه، وزي ما انتوا خدتوا بالكم برضو وركز في النقطه دي، كل ما يكون الجسم بعيد عن المرآه الصوره بتاعته بتكون مصغره، وكل ما الجسم بيقرب عن المرآه بتلاقي الصوره عماله تكبر. تمام. وكمان ان المرآة المقعرة بتكون صور حقيقية، وبرضو ممكن انها تكون صورة تقديرية. وكان اشهر مثال على الموضوع دوت لما كان الجسم على بعد اقل من البعد البؤري، وتكونت الصورة خلف المرآة اللي هي الصورة التقديرية. وكمان عرفنا المرآة المحدبة، وعرفنا كمان الاهمية بتاعتها، وعرفنا كمان اهمية المرآة المقعرة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات على طول، وانا هدخل بنفسي اجاوب لك عليه. ما تنساش ان انت في صندوق الوصف بتاع الفيديو هتلاقي فيه مجموعه من الروابط بتدخلك على موقع الاسكولا، هتلاقي فيه اختبارات تفاعليه، هتلاقي فيه شيتات وتدريبات، حاول ان انت تحلها اول باول. لو في اي سؤال وقف قصادك اكتبه لي على طول. يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. كان معاكم مستر ايسم التركي من منصه الاسكولا التعليميه. اشوفكم على خير في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.